نشرت الفنانة العراقية شذا حسون نشرت عبر صفحاتها في السوشيال ميديا مقطعا مصورا للحظة وصولها إلى العراق استعدادا لحفلتها والمشاركة في مهرجان العراق الدولي للتسوق في بغداد. ونوهت حسون إلى مفاجآت كثيرة بانتظار العراقيين هذه الأيام، فما هي تلك المفاجآت؟ لنتابع ما الذي قالته شذا. في بغداد الجميلة، كلش سعيدة، كلش فرحانة إنه أنا في بغداد على مود نلبي كلنا مهرجان العراق الدولي، وهم سعيدة. بعد شوية رح أوريكم، رح تشوفوا مفاجأة رائعة، ضيوف جايين لأول مرة إلى بغداد، سعيدة إنه لبوا دعوة المهرجان، سعيدة أن لبوا دعوتي لأن أنا أحبهم كلش وهم يحبون هواي العراق. بعد شوية هم بالطريق، رح أصور لكم منهم، ناس أكيد تموتوا عليهم وتحبوهم وتعشقوهم. قلت لكم أكو مفاجأة أكيد ما ننسى حفلتي يوم ثلاثة. في ضيافة العراق حضر نخبة من نجوم الفن العربي المصري، والذي كان في استقبالهم الفنانة شذا حسون. من أبرز الحضور كل من الفنانة المصرية والراقصة الشهيرة فيفي عبدو، والفنانة هالة صدقي، وأيضا نهال عنبر، والإعلامية بوسي شلبي، بالإضافة إلى الفنان حماد هلال ومصطفى قمر، ولاحقا الفنان محمد رمضان سيصل إلى العراق قريبا. لنتابع لحظة استقبال هؤلاء الفنانين المصريين عند وصولهم إلى العراق. الحمد لله. السلام يا عمر. يا حبيبتي love you. الله، احنا هنا ببغداد. الله 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 على بغداد، وشعب العراق كله. اهلا اهلا. سلام بيك. love you. love you. خمسة مويه يا جماعة، يا جماعة يا جماعة، أنا بحبكم قوي. حياتي وأنا معاكم. بحبكم جدا. جدا لقلبك. جدا لقلبك. ها جيتي مع أخيرا. يلا يا شيخ سبا. يلا تفضلي. يا باس. يا في العراق. معقولة معقولة. يا شذا ولا يا باس. أنا وشذا وفيفي يا جماعة. أنا. وفيفي احنا الثلاثه. عايز اقول لك، عايز اقول لك يا بوسي ان انا عندي تكريم في مصر بكره. ايوه. وبعدين عشان انا معدها هاجي العراق، هاجي بغداد، فجيت يعني طبعا انا هعتذر قدام الناس كلها على ان انا تكريمي في مصر وجيت العراق. شكرا. وانا بعرف يا حبيبتي يا هاله. يا حبيبتي حبيبتي يا شذا. يلا يا جماعه. ايوه بقى. ويلا بقى يا جماعه من بغداد، يا جماعه من بغداد. خمسه بقى. لازم نطبع المكتوب الليله ديه، الليله دول ولا فيش قلوب تجرح قلوب الليله ديه. ايه ايه قفشتك بالجن. كملها. طب حلوة. طب ايه والسود عيونه يا ولا. النجوم العرب لبوا دعوة مهرجان العراق الدولي الفني للمشاركة بفعالياته، وستشمل أنشطة وعروضا ترويجية وأزياء ومعارض وحفلات فنية يحييها فنانون عراقيون وعرب، وجوائز قيمة فضلا عن تجارب للتسوق والترفيه، وضيافة مميزة على مدار 30 يوم بتنظيم من سندباد لاند. وطبعا تفاعل ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الحدث، حدث المهرجان، وعلى هكذا مبادرات فنية أصبحت تتكرر في العراق، آملين أن يعاد إلى العراق أو يعود العراق إلى سابق عهده. هناك طبعا ردود أفعال واسعة عن حضور الفنانين العرب إلى
بغداد، ورصدنا لكم بعضا من تلك التعليقات، والبداية ستكون مع فيصل السامي. يقول فيصل عن وصول الفنانين إلى العراق: أهلا وسهلا جميعا ضيوفنا العرب، بالخير علينا. بعد شريد فيفي عبده والعراق بالعراق، بعد شكو شتريدون، بعد يا العراقيين احمدوا ربكم وشكروه، كل الهلا بالفنانين العرب والفنانات على أرض العراق، ونتمنى نجاح فعاليات مهرجان العراق. تعليق من محمد يقول: إيه اللي جابك يا فوفا؟ أصلا الوضعية بايظة قوي، واحتمال جماعتنا السياسيين يضربوا بعض وانت تبقي بين الصوم يا فوفا، يعني على أساس أنه هذا عراقي يتحدث بالمصري. تعليق من كريمة تقول: كريمة محمد، هذا بدل ما نستقبل بيل جيتس أو أينشتاين قمنا نستقبل فنانات وكوم فلوس، والعراقي يعاني الضيم والفقر ويقولون ماكو مطر، من وين يجي المطر وإحنا هيش؟ تعليق آخر من صفا: مبروك للشعب عودة الفن للعراق واستقبال نخبة من الفنانين العرب بين الحين والآخر، فاتحة خير يا ربي، وشوي شوي يتصلح البلد ويتفهم الجميع أنه العراق بلد متنوع مو بس لطائفة معينة، وكافي حزن وفرحه. تعليق من وردة الجاردينيا تقول: وردة الجاردينيا لها وجهة نظر ونحترم جميع وجهات النظر، تقول: أكل وشرب وفنادق والحكومة تصرف ويقولون ماكو فلوس بالخزينة، باوعوا طالعوا الفلوس وصرفوها على الشعب أحسن لكم، مسؤولين مثل جدتي تأخذ بهالفلوس وتخبيها وتقول ما عندي ساعدوني، الحين ما ماتت اكتشفنا أنه عندها بيوت ومحال راقية وعمالة تحت إيديها، الله يرحمك يا بيبي، جمعتين أخو أشتركة. تعليق من أحمد جليل يقول: أحمد، البعض من الشعب العراقي ما يعرف شي يريد، إذا واحد يحكي بالدين قالوا هذا مستفاد ويزرع طائفية، إذا واحد يحكي على الفن قالوا عليه، وإذا واحد يحكي على تاريخ العراق يقولون عليه هو، وين تاريخ رحمة لوالديكم؟ أنتوا يا الشعب ارسولكم على بر وريحونا وريحوا حالكم.